يلا بنات هذا وشك ان شاء الله اللي غادي نفصلو. عندي هنايا هذه اللبسه، هذه هنايا درت ليها الباسبور. فيما كتكون شي حاجه سامبل من الاحسن ديروا ليها شي، المهم شي صيفات، ما تجيش غير عاديه. صافي راه جات كلوش بزاف، وفيها البليات لتحت والكميمات. درت ليها هذا الشكل هذا حيت ما قدنيش الثوب. المهم انا فيما ما قدش الثوب ما كنوحلش، يعني كندير هذه القطعه هذه غير خاصها الطرف هذا، الطرف التحتاني يكون كبر من الفوقاني باش كيجي البليات، اما باش تلصقيه مباشره لا ما كيجيش زوين، ضروري خص يكونوا شويه البليات. صافي ودرت ليها هنايا لاستيك، هنايا واحد جوج تقريبا واحد شي شويه البليات، وجات الفتحه في الظهر. الفتحه بالنسبه للفتحه في الظهر راه ديك الفتحه كنديروها ملي كتكون الكليانه طويله، ما كتجيش نهائيا باينه، كتجي زوينه ماشي ما كتجيش باينه، كتجي باينه غير هي كتجي تعطي واحد الديكور زوين. شتي كيفاش كتجي كتعطي واحد الديكور زوين. صافي هذا هو الموديل ان شاء الله، تبعوا الطريقه ديال الفصاله حتى الاخر، اكيد انها غتعجبكم. يلا السلام عليكم. يلا قلنا لك الثوب ما بقاش شحال هذا البنات. غندير فيه الصيفات من الفوق حتى لتحت، وغنديرو كلوش شويه، وغندير فيه بليات هي من لتحت صافي باش ما ياكلش ليا الثوب بزاف. هذا راه شاريه انا قديم، هذا راه عندي شحال هذه سمعتي شحال هذه عندي وما خدمتش فيه عبايات بزاف، خديتي واحد شي 5 × 5 × 5 غادي نعبر 3 متر ياك، 3 متر كافيه، 3 متر ها متر ونص، ونعاود نعبر متر ونص اخرى ياك، متر ونص ومتر ونص هي 3 تحبو مو 6 تحضري المحل و 6 لا تاع الكليانه هادي شفتو صافي غنخليها شويه. هذا حبيبه هذا فيه 3 ونص، هذا فيه 3 ونص صافي. اصلا انا هاد الثوب هادو كنت خديت فيهم 3 ونص 3 ونص، خديتهم على حساب داك الموديل الكلوش، داك الموديل الكلوش صافي ما يسموش. غنخلي نص متر حيت عندي باقي عندي مازال الهيب، باقي عندي زعما غنديرو في كسوه اخر صافي هكذاك. المهم بغيت نشيط زعما شويه ديال الثوب، غنحيد نص متر ياك، نحيد نص متر ديال الاولى. عرفتي علاش؟ حيت غنخدم بالتنكيس، هانتوما تشوفو شنو غندير. غنحيد 60 سنتيم حبيبه. دابا هادي لقطعنا غير تقطع لازم لي غر لا لا الحمد لله رب العالمين. نحيد هاد 60 سنتيم. يلا بسم الله بسم الله. عندي هنايا 3 متر ديال الثوب، السيده سمينه يعني غليظه صافي. الموضي غيكون سامبل، غيكون فيه صيفات من هنايا صافي، غيكون فيه باسبور، وغنجي حتى لتحت وغندير ليها شي بليات صافي باش غنخدم. عندي السيده ما طويلاش، السيده ما طويلاش يعني اش غادي نطوي طولي على زوج، حيت الموديل مسدود. ملي كيكون الموديل مسدود دائما فكروا في الفصاله ديال البيجامه، عقلوا عليها فصاله البيجامه. الا كان الموديل مسدود، كان الموديل محلول تقليد صافي، ما عندكمش فين تجلاو. الا فواحد الحاله الا كانت الكليانه طويله كنخدم ليها الفصاله ديال التقليب، ولكن كنعكس كندير الظهر محلول كنخيطو، والامام كنديرو مسدود صافي. حنا هنا ما يعني ما نحتاجوش نحلو ليها الظهر، نقدر نحلو الظهر المهم نشوفو صراحه. الا حليتي الظهر تكون الخدمه معاوده، نحلو الظهر البنات نحلو الظهر صافي باش نبدلو شويه الموديل تجي زوينه، وفي نفس الوقت انا بغيت نشيط ليا شويه ديال الثوب. يلا غتني ثوبي على زوج، اصلا هي ما فرضاش عليا شي موديل، واش فهمتوا كيفاش؟ ما فرضاش لا راه دايره ليها الصدايف، الا تحلات فوق الدار غادي نبيع انايا، غنصدق زايده الثمن ديال الصدايف وزايده الثمن ديال العيون. هذيك 16 ريال اللي حسبنا كلها غاتشري كلشي كاينه هاكا. ديما البياسه حاولوا ملي تقول لكم الكليانه ديري اللي بغيتي، ديما حاولوا اقل تكلفه ياك، خاصة الصديف. عرفتي هذيك اللي درت قبيله شحال بغات تاخد ديال الصديف؟ غنديرهم
هاديك لا غندير الصيف هاديك الصيف غندير عليها صيفطها للصيف. راه غاتبقى باش ما تشدش ليك الوقت. انا الصيف كنمشي عندو كنوقف بلاصه كيصايب ليا الصيف، غادي نسد البلاصه المسدوده المحلوله نسدها. انا راه موديل شويه مختلف ياك، مزيانين باش تشوفوه. هكذاك موديل مسدود من الامام ومن الخلف، كيفاش غندير ليه؟ وعندي مثلا الكليانه طويله والكليانه عامره، اشنو غندير؟ يلا شرحتها لكم. غادي نفصل بالتقليب الداخل في الخارج، ولكن اشنو غادي ندير؟ ظهر محلول، ظهر غيكون يلا غادي نديرو ظهر محلول. مثلا ما بينش ظهر محلول ياك والكليانه بغات القياسه مسدوده، اش كندير ليها؟ كندير ليها الامام مسدود محلول، وكندير الامام محلول وكنسدو وكتبلاكي ليها عليه جوج صديفات هكا جوج 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 صافي مزيان هكا. حنا دابا لا، حنا باش ما نكثرش عليها انا بكثره الصيف، يلا يلا باش ما نكثرش عليها بكثره الصيف، ديجا كلشي عبايتها فيهم الصيف. غندير لها الظهر محلول، غادي نجي لها تحت هذا وغادي نعبر شحال السيده راه باغي الكليات، يعني غنعبر ليها عندي ليها نديرو 46 نديرو 45 صافي، غنديرو لها 45 بركه 45 يعني حساب جديده هذيك ولكن راه 45 ماشي عبارها، راه غندير ليها باقي البليات صافي. السيده كتلبس 142 142، انا غنحاول انني غندير ليها في البليات واحد 26 سنتيم بركه صافي، يعني غنخرج واحد 26 صافي، غنخرج 26 ها هي، وغادي ندير 100 والعبار ديالها صافي، العبار ديال الطول. غير بالنسبه للبليات ملي كيكونوا في التحت راه ما يمشي بحال العبايه، البليات كيكونوا شويه مهزوزين ما كيبونوش، واخا تسني تسني ما حد باقا شاد العبار في راسي ديال الطول. غندير ليها 100 لا كتلبس 142 غادي ندير ليها 100 142، غندير ليها 143 صافي كافيها صافي. خرجت 26 ديال البليه صافي، ودرت ليها الطول ديالها مزيان. دابا من هنا باش نبدا الكورساج، يلا الله يعاون. هنا لا بارك عليها بارك عليها صافي، ها القياس مزيان يا من هنا مناش غنبدا الكورساج، من هنا مناش غنبدا الكورساج. الحاشيه ما غنحسبهاش، شوف البنات الحاشيه ما غنحسبهاش، و 1 سنتيم صافي الحاشيه زائد 1 سنتيم، يعني 1 سنتيم ديالاش ديال الخياطه ابر الحاشيه. ردوا البنات البنات ملي يكون الظهر محلول ديما زيدوا ديك 1 سنتيم ديال الخياطه، واضح هكذا. يلا غندخل ليها ب 8 توب خيط، ما نخاف لا لا يترخل حتى حاجه. غادي نحط ليها في الكتاف 21، غادي نهبط بثلاثة، عندي لها كاع 4 السيده، الا كانت البنات عندها الكتاف وعامر ما تخافوا حتى حاجه. غادي نهبط ليها ب 44 في دوره في ارتفاع الامام، نعاود نحط 44 هنايا. باقي حكيتو على العبارات اللي قلت لها قبيله في الصدر، قلت 37 ياك 37 نفس الكليانه، ندير ليها 37، ندير 37 في دوره الصدر، نعاود نطلع 37 منين جبتها، جبتها من دوره الصدر مقسمه على 4 زدت ليها 3 صافي عطاتني 37، نعاود نطلع للفوق نحط 37. درت ليها في التركيز 24 درت ليها 24 زدت ليها 3 في التركيز صافي. تمشي ديك الفريقه ندخل هنايا بجوج، غنهبط ب 15، غنعاود نهبط ب 15. شحال غنحط ليها؟ اصلا هي الحوض ديالها راه بحالو بحال صدرها، غادي نزيد ليها شويه. درت ليها ندير لها 39 صافي، و
ومن الحوض غنمشي مباشره لعند جلالي. هنا غنطلع بواحد شويه ماشي بزاف، ديك 4 سنتيم بحال هكاك مزيان. بس شنو وصلت لديك 48 هنا فين درت عليها وغنقطع. بسم الله دابا باش اليوم اش بغيت ندير الجلال ديال العقيق الجامع اللي عندها شي جلابات لبسات شي بهاد الجامع. لا هي روزه هي كلشي مره ضغط هاي يسخن الحمام ولا يكون رواق يسخن الجامع هذا تاع الحمام والجميل بغينا نديرو الطرف كنطلعو غير 3 سنتيم مكنفوتوش على حساب العرض. ملي كندير الفرفار ملي كندير الفرفار مكنديرش العرض بزاف، فهمتي كيفاش؟ كاين الفرق ما بين العرض ديال الجلال وكاين الفرق ما بين العرض ديال الفرفار. هي ديال الفرفار ديال شوفي شوفي ديك العيشة بالنسبة للعرض ياك على حسب شحال نتيا دايرة شحال نتي دايرة في العرض، فهمتي كيفاش؟ دابا هنايا غيجي هنا جي جي تحت الركبه كافيه حيت اصلا باقي مازال باقي مستقبل يلصقوا فيه الفرافر صافي ماشي بحال لتحت لتحت عاوتاني بوحدو لتحت عاوتاني الا ما طلعتيش بزاف غادي ينس لاط. هذا لا هذا راه باقي مازال طالع مزيان هكذاك. هذا الظهر هذا دابا كيفاش غندير ليها البنات غنخيطو وغيجيني الظهر ديالها غيجيني الظهر مسدود وفي نفس الوقت كيعطي ديكور زوين وباش يبقى لينا هنايا مسدود مزيان. غادي نهز ظهري علاش غنقطعو الحشيه الحشيه حتى السوجي غنقطعها هنا غنخيطو. لا هي راه الخلف هذا فهمتي هذا راه الظهر هذا راه الظهر كيفاش صافي فهمتها شنو قالت لكم؟ قالت لك لالا باش ما يبقاش في العبار نحيدوه ها اصلا غنقطع نخرجو صافي الخيطه غنخرجو راه البارح جالسه كتقول لي اش غندير اش ندير دخلات سعيده لابساها وهي تقول لي بنت بحال هادي فكرتني حيت ملي كتكون هادي ما كتغلاش واش غليظه ديك السيده ولا لقيتها راه ما غليظاش بزاف شويه ولكن راه عندي كتلبس لباس كتلبس لا تبارك الله غليظه يلا غادي نجي غنقاد الثوبين وغادي نحط. شوف البنات ملي كتكون لا السيده عامره ها باش تعرفوا ملي كتكون السيده عامره ياك كيضيع ليا الثوب بزاف ولكن غادي نديرو في الكمام ولا هذا دابا انا راه نقدر ندير فيه الكمام صافي هذا دابا راه يدار فيه الكمام ولا طلع ما يدار فيه يدار فيه النص ديال الكمام المهم ما غنضيعوش غنشوف كيفاش غندير ليه صافي غنستغلو شي حاجه كيف ما قلت لكم انا باغا الثوب يشيط ليا شتي لا شاط ليا الثوب درت فيها كسوات بنت صغيره اخرى راه عندي الربح. يلا غادي نهز الطرف ديال الثوب دي انا زاد الظهر هذا وغادي نحطو وغادي نحاول انني نخرج ديك واحد سنتيم ديال الخياطه صافي. شوفوا الا درت ليه هكا راه ما غايجيش شتي راه ما جايش حيت التركيز كبير يعني غنهبط نخرج واحد سنتيم خرجيه واحد شويه كنخرج داك واحد سنتيم ديال الخياطه صافي وغنقطع. ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل العرض غير خليه ماشي مشكل اللي مهم هو الصدر صافي لا لا ماشي بزاف صافي وغنقطع. خليه يلا ردوا البال هنا صافي اشنو هما الشروط ديال الفصاله ديال هذا الموديل هذا امتى كندير هكذا الا كانت السليه كليانه طويله وبغات موديل مسدود من الامام ومن الخلف كندير ليها
بهار محلول ياك، وفي نفس الوقت نيت كيقتص ديالو بهاد الطريقه هادي. عارف كلشي التوب كيمشي، ما كتبقاش ديك مازال فيه شي حاجه. لاحظتوا بانني ضربت الطوره باش خليها هنايا صافي، ماش هضرت بغيت نتمشى. هاكذا مزيان، انا الظهر نحيدو خليها كامل في نيت ديالو. نيت الامام كما قلت لكم غادي نشدو، شتي انا ما راني مسدود، غادي نقسم على جوج وغندخل بواحد. ها الغبره غندخل بواحد وغادي نحفر التركيز ديالي صافي. بالنسبه لهنايا هبط ليها، هبط ليها ب8 باش هبط. عرفتي علاش هبط ليها ب8؟ وغندير ليها الباسبوال. الباسبوال ديجا درتو ليكم ياك؟ لا نقدرنا ان شاء الله هي ورا رمضان كل درتو لكم وحضرتو لي نتوما، نتوما حضرتو لكم قلت لكم واحد اختار لكم. ها سينا الكل ديال ديال المونطو، ديال المونطو، ديال الكول ديال المونطو. يلا هبط هنا ب8. بالنسبه للباسبور البنات راه كتفصل هنا، غتجي هنا كتفصل على 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 ندير لكم بوحده. واخا صافي. هنا فاش هنا فاش كيكونوا الباسبور، هنا فاش كتكون ديك اللعيبه ديال الصيف هكذا. يلا غادي نجمع الامامات امام والخلف. اريميا غادي نخلي هاد الشيء هذا وغادي نمشي. اش لا فرفر غادي هي شي كسريه الكسكسو؟ لا اي شارع مع الوحده. شتي راحتي سلو سلاتكم. يلا بقى لي هذا، شحال خليت ليها في الفرفر؟ 26 نضربها بجوج يعني غندير 26. ها عندي 27 كاع هنايا، عندي 27 علاش درتها بجوج؟ شاتين امام والخلف، امام والخلف. هادي كتعطي البليات بزاف على التنكيس، سمعتوني؟ هادي كتعطي شويه البليات على التنكيس. انا عاود نعبر نيت واش عندي 27 ولا لا. زوينه هاد الموديل هذا، زوين زوين الجوني. شوف البنات غنقسم على جوج وغادي نجي للبلاصه المسدوده، البلاصه المحلوله، البلاصه المحلوله فين كنطلع. ردوا البال، هذا هو الجلي، هذا هو الجلي. عطيت هذه البليات هذه راه صعابين باش يتنقصوا الى جاو طوال، كيكفصوا شويه يعني رضي البال في العبار. ها صعابين شويه الى بغيت نقصوا. وواحد الحاجه اخرى عاوتاني الا بغيتي تخزين حتى تحل الخياطه اللي كاينه هنا ياك على حساب. الا كانوا صغار، الا كانوا صغار بزاف من الاحسن نقصي من الفوق. كتعاودي الخدمه بحال هكا كتعاودي الخدمه، والا كانوا يعني ماشي مشكل كنقصيهم من التحت، كنقصيهم من التحت عادي. هذاك المشكل استاذ في الثوب ديال الخيط ديال اللي كيتجبد. لا 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 حتى ملي كتكوني زايده على بعض. شوف البنات غنحل هنايا بحال بحال كلشي كيجي زوين، لي فرونس كيجيو زوينين، البليات كيتقلو كيتقلو صافي. كنحل هاد البلاصه هادي. البليات ملي كديرهم في الكسوه كيتقلوها، لي فرونس كي كينفخوها كيجيو زوينين. غادي نعلم الفوق ها هاد البليه ديال الامام واش هبطنا فيها ولا لا؟ بليات الخلف ها؟ هبطنا بديك 3 سنتيم ولا لا؟ ما كنهبطش. فيها ما كنهبطش. كنهبط في الحزام بوحدو. واش كنهبط؟ الزين فهمتي شي حاجة؟ مزيان.
وفي الجلال التحتانيين ما كنهبطش فيهم كنطلع كنطلع طلعت فيها جوج ايوا نشوفوا هذا الخير هذا الشيء اللي شاط لينا هذا في كان واش لي فرونس ولا لي بلي هو صراحه لي فرونس كيجوا زوينين لي فرونس كيجوا زوينين ياك ولكن بعض المرات الموديلات كتضطري انك ديري البلي بحالاش بحال اري ليا هذيك اللي فوق من الماكينه ديك الموف ماشي فوق الماكينه فوق الكونطوار الموف والكحله راه ديجا وريتهم لكم ملي كيكون عندي ثوب كثير وكتكون عندي بنيه صغيره ياك وديره ليها بلي انا شوف هذا يلا نعم بحال دابا هادو عندي هاد الموديل هادو راه كملوا البنات تدومي راه من الزبانه شوفوا عندي هاد الموديل هذا جات لقيتوه من البارح البنات جاو زوينين دابا في نظركم نتوما هذيك سوا هذه غندير لها لي فرونس لا شوف شحال في البليات فيها هذه الا درت لها لي فرونس راه بيجي داكشي داير كي كيعش النحل ما غايجيش زوين والثوب كثير يعني ملي كيكون عندي الثوب كثير كندير البليات البليات هما الحل صافي ويلا كان الثوب قليل راه كديري لي فرونس يعني على حسب على حسب الموديل بعض المرات الموديل كيفرض عليك شنو غديري المهم نشوفوا هاد الكمام هادو كيفاش غنديروا ليهم عرفتي هي ديك ديال الصلع ملي ما ضربتيه كيسيل دمه يا هادشي اللي درت لهاد الثوب هذا كنت زعما باغا الثوب يشيط ليا خرجوا فيا ديك الحليبه كون درنا بالتنكيس كون درنا بالتنكيس غيشيطون عيشيط لينا الكمام نيت مزيان ولكن ماشي مشكل شايط راه كاين هنا فين غنديرهم لا غنديرهم دايرين غندير هكذا غندير ليها الفوق ياك نفصل الفوق خلي هذا اصلا انا ما الاول كنت باغي ندير ليها الموديل هكذا غادي نجي لها الطرف هذا ديال الثوب اللي عندي هنايا غادي نفصل الطرف الفوقاني غندير البلاصه مسدوده لهي ها هي والطرف التحتاني غادي نفصلو بوحدو غنهبط بشحال هبطنا 16 غندير المهم بحال بحال 15 شحال عطانا 32 ياك على حسب درت لهنا 31 هذيك اللعيبه على حسب الثوب صافي 31 قسمها على جوج بحال بحالك نفس التركيز نطلع بواحد ونهبط بواحد غادي نهبط كود شحال درنا هنا درنا ليها 46 ياك 24 هنا عندها 24 هنا غادي نقص شويه عندي 23 ونقطع ها دابا انا كنقطع انا مازال ما بان البلان اش غندير فيكم ملي كيكون عندك الثوب هكا مقطع اللي جات لكم كديري حيدنا الثوب ياك شوفوا شحال عطانا في الطول عطانا 40 السيده كتلبس 58 غادي نشوفوا شي تخريجه نديروها ليها في الكم شيط ليا هذا وشيط ليا هذاك غندير هذا هو الاول بيطه دابا هادشي راه دازت عليا انا الخدمه سمعتوني انا دازت عليا الخدمه هاد الطرف هذا خصو يكون اكثر من العرض ديال هذاك نتوما فهمتوني مزيان شتي يكون واخا شويه شتي الا كان الثوب الا كان الثوب نقص ما عمركم ديروه قدو الا كان قدو راه خايب صافي الا لو ديري مثلا شي بليه وديريها فوس منه خاص يكون كبر منه واخا غير شويه ديري ديري البليات فوق من الكتف صافي غادي نحط واحد سنتيم بحال هكذا وغنشوف واش فيه الطول اللي بغيت ولا لا ها 66 لا حيت الحاشيه 58 58 ها هو مزيان ثاني 65 ما تقطعيش حتى قطعت هذيك انت ما تقطعيش
زبلتها، لقد زبلتها. ماشي مشكل. لا 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 شوفي 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 اسكتي اسكتي. ديال الباندا شكون اللي بيجيني؟ لا كوما كتاش كنت غندير ليها على السيك. دابا غنضطر انا ني ندير الباندا. انتو كيفاش؟ علاش؟ علاش؟ سنيتي تشربو صحاباتك. غنشوف هذا صير 19 باقي الوقت بنتي الناس كيسولوا اليوم راه الجمعة. فهمتوا البنات اش درت؟ شوفوا ها الكم ما جانيش، غادي نهبط واحد سنتيم ديال الخياطة. كنا في الاول بغينا نديرو غير بلاستيك قطعت دابا غنضطر اش عطاني 57 اش غندير؟ الباندا ديال الباندا. لا راه بغيت ندير البوفون اصلا، ما عندي البوفون. ها هو هنا لقيت واحد الطرف اخر هنا. عاودي ديري واحد ودير داك البوفون ودير داك الباندا. هذا كاع فيه العرض. لا ما بيش ندير الباندا، ما بيش ندير، ما بيش ندير الباندا تصدايف وخدمه خدمه معاوده ما كاينلاش. ديري واحد سمعتي خدمه معاوده ما كاينلاش. صافي ها هو 65 شحال عندها هي تما؟ عندها 58. صافي ها هو نيتا واحد اخر 64 58. هذا كاع فيه العرض كثر من هذا. يلا 24 صافي سير بنتي. اش غندير لي دابا باش يعطيني جوج كمان؟ ها منين من هنا؟ لا 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 من هنا لو من هنا. واي لا قطعتو من تما. غنكملو ليها غنكملو ليها بالخشه ديال الخضره. والله العظيم نكمل ليها بالخشه ديال الخضره. ها هما جوج كمان صافي. دابا هذا غادي يتلصق هنا وغيجيو فيه البليات هنايا ياك، وغيجيو فيه لاستيك هنايا صغيور صافي ديكور زوين. لا لا المهم بدا نشوف على حساب هي كتبغي لاستيك بزاف كتبغي لاستيك. اشاكور خاصنا الباسبوال. الباسبوال هذيك تهز لبوحدها. الباسبوال تهز لبوحدها ماشي مشكل، اصلا باقي ليا التوب ديال الباسبوال. صافي البيي ديال الكور مزيان واضح واضح. يلا السلام عليكم.